رئتان أكثر صحة مدى الحياة. عندما تتنفس فإن رئتيك تعملان. يضخ الهواء إلى وخارج رئتيك 20,000 مرة تقريباً كل يوم. بفضل رئتيك يصل الأكسجين إلى مخك وعضلاتك، مما يحافظ عليك معافى وبصحة جيدة. إذا شعرت في أي وقت أنك منقطع النفس أو تتنفس بصعوبة، فإنك ستعرف أن هذا الشعور ليس جيداً. يمكنك أن تعتني برئتيك بفتح النوافذ لتهوية الغرفة أو بالخروج للتمشية. يضمن ذلك دخول الهواء النقي إلى رئتيك كل يوم. أنت أيضاً تساعد رئتيك إذا مارست التمارين الرياضية بصفة يومية. إذا كنت تدخن، فإن أفضل شيء يمكنك أن تفعله لرئتيك هو أن تقلع عن التدخين. التدخين يمكن أن يؤذي رئتيك لدرجة إصابتهما بضرر خطير. إذا كنت تسعل كثيراً، فقد تكون رئتاك تعانيان شيئاً ما. إذا كنت تتنفس بصعوبة، فإن ذلك أيضاً علامة على وجود مشكلة ما. إحدى الدلالات أن رئتيك ليست بصحة جيدة كما يجب أن تكونا هي أنك تخرج بلغماً غليظاً بالسعال، أو الأسوأ من ذلك دماً. وقد تشعر أيضاً بالإرهاق وتجد نفسك تتوقف لتستريح طوال الوقت. أنت ربما تتجنب القيام ببعض الأنشطة البدنية مثل صعود الدرج، حمل أكياس التسوق الثقيلة، أو الجري، لأنها تجعلك تشعر بأنك منقطع النفس. أمراض الرئة يمكن أن تكون لأسباب كثيرة. ربما كان لديك مشاكل في رئتيك منذ ولادتك، أو ربما أنك تسببت في أذى رئتيك نتيجة العمل في بيئة غبارية، أو لأنك كنت تدخن لسنوات كثيرة. كثير من الناس يعانون مرض الرئة بدون حتى أن يعرفوا ذلك، وأمراض الرئة الأكثر شيوعاً هي الربو وانسداد الشعب الهوائية المزمن. وانسداد الشعب الهوائية المزمن والربو غير معديين، لكنهما حالتان خطيرتان. سيكون عليك أن تعيش بهما بقية عمرك، لكن يمكن علاجهما بالدواء، مما يمكن أن يساعد رئتيك. يمكن لطبيبك اختبار رئتيك. يسمى الاختبار قياس التنفس أو اختبار وظيفة الرئة. يمكن لقياس التنفس أن يدل على ما إذا كانت رئتك بصحة جيدة أم لا. عند إجراء قياس التنفس يجب عليك أن تنفخ في جهاز يسمى مقياس التنفس، وإجراؤه غير مؤلم ولا يستغرق وقتا طويلا. بعد أن تنفخ في الجهاز، يستطيع الطبيب أن يخبرك ما إذا كانت رئتك تعانيان من مشكلة ما. إذا كانت رئتان متضررتين، فقد يصف لك الطبيب علاجاً الذي سيكون عليك تناوله لمساعدة رئتيك. إذا كنت تدخن، يجب أن تقلع عن التدخين، حيث أنك يمكن أن تضر رئتيك أكثر. لذلك إذا كنت تشعر كثيراً بأنك منقطع النفس، أو تسعل كثيراً، أو تخرج بلغماً أو دماً بالسعال، اذهب إلى طبيبك واختبر رئتيك. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الويب.